الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها الناس خلت ناس منا تقع في ظروف صعبة، وللأسف مش كل الأوقات هنلاقي اللي يدينا اللي يفك أزمتنا. بس أنا دلوقتي هقولك على طريق يديك الفلوس اللي أنت محتاجها، وهقولك كمان على الشروط والضمانات المطلوبة منك. لو عايز تعرف كل ده شوف الفيديو ده للآخر. بانكير، نبض البنوك. القروض واحدة من الخدمات اللي بتقدمها البنوك للمواطنين، ولكن للأسف في بعض البنوك بتحط شروط وفوائد كبيرة على القروض، وده بيكون سبب أساسي في رفض المواطنين التقديم للحصول عليها. ولكن هنقول لكم دلوقتي على حل بسيط ممكن من خلاله انك تقدر تاخد قرض وبدون اي فوائد وبقسط شهري 150 جنيه بس، وهو القرض الحسن من وزارة الأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي. طب ايه هي شروط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف؟ وزارة الأوقاف أعلنت عن تقديم القرض الحسن ضمن خطوات المساهمة في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة، وهنبدأ معاكم بالشروط اللي حددتها الوزارة للعاملين فيها. كل اللي شغال من 5 سنين أو أكتر في الوزارة بيكون مبلغ القرض ليه بحد أقصى 15,000 جنيه، وما يكونش في جمع بين القرض وأي قرض تاني، ولا حتى يكون في قرض تاني من الأوقاف لسه ما سددوش. كمان تكون المدة المتبقية ليه في الخدمة أكتر من 3 سنين، وفي الحالة دي بيتم خصم 300 جنيه شهريا على 50 شهر، وبيكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ اللي هيتم صرفه. وطبعا مش هينفع تجدد طلب القرض إلا بعد ما تسدد القرض اللي كان عليك، وما ينفعش المقترض يعمل إخلاء طرف لأي سبب من الأسباب إلا بعد ما يسدد الفلوس الموجودة عليه من القرض. أما عن شروط الوزارة لتقديم القرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فالوزارة حددت صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية وبحد أقصى 10,000 جنيه، وهيتم خصم 300 جنيه شهريا من الموظف المقترض، واشترطت أن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنين، وكمان ما تقلش مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وما ينفعش طالب القرض يجمع بين القرض ده وأي قرض مصرفي تاني أو يكون مدين بفيزة مشتريات، وما ينفعش كمان يعمل طلب تجديد القرض إلا بعد ما يسدد القرض اللي عليه ويقدم إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.